شباب كل واحد منكم يختار فريقه بسرعه. انا واحد 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 لازم غير بعدين الابدان نواف شلاح بسرعه جابر ابداح نواف وكل فريق يجلس في زاويه طبعا اي ابداح كل فريق في زاويه كل فريق في زاويه هذا فريقك هذا فريقي يلا هناك قدام يا شباب بس سعد ورعك بدايتك ابو شباب يلا يا عيال يلا طيب علي فريقك وينه ابراهيم فريقنا ابراهيم خلاص هذاك فريقكم استريح هناك طيب ارشيد وين الفريق الثالث هذا فريقنا فريقين تبغونها فريقين اليوم لا عبدالله ذا الفريق لا لا توزعوا فريقين اليوم لا 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 عشان العدد قليل فريقين يلا ابو بداح ابو رباح عبد العزيز عبد العزيز صعب محمد فريقين يا عبد العزيز لا ما نبغى نبغى شف ثلاثه ثلاثة ثلاثة أربعة 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 طيب استريحوا يا شباب يلا يلا نواف فريق فريق رشيد شو اسم الفريق النوادر النوادر طيب كنترول أعطينا كاميرا على فريق رشيد النوادر النوادر خلها تروح طيب نواف عقاب رشيد الكنترول صادكم الان وانتم اخذتوا الجوالات دعمك نوادر اي نعم طيب طيب يا شباب فريق رشيد كنترول فريق النوادر الفقره بكل بساطه يا جماعه الخير الفريق المتفاعل اكثر في الهاشتاج يهدي جمهوره لهذا الفريق 1500 نقطه يستطيع الفريق توزيعها 1500 نقطة يحدد الفريق شباب شباب خلوكم معي يحدد اسمعوني صلوا على محمد أنتم يا الجمهور تفاعلكم في الهاشتاج مع فريق النوادر يعطيهم 1500 نقطة زائد تغريدة لكل شخص زائد إسقاطات تعطى للفريق بحيث أنه يطبقها على الرياليتي في الأسبوع القادم ويطلع ترند في حسب الإجادة لها النوادر إبداح رشيد نواف عقاب وجبر طيب وانتم فريق علي وش اسم فريقكم فريق الاكابر الاكابر طيب الفريق الثاني جمهورنا العزيز فريق الاكابر تعال علي علي طيب فريق الاكابر في علي وعلي وعبد العزيز ونواف طيب فريق العز طيب فريق العز ممتاز عندنا ثلاث فرق الان فريق العز عبد الله دفين وطاهر وعبد الله وعبد العزيز رباح هذا فريق العز وفريق الاكابر وفريق من النوادر جمهورنا العزيز بنكمل الان في عرض المقاطع في هذه الفتره الى نهايه الحلقه انتم تستطيعون اهداء فريقكم عن طريق تفاعلكم في الهاشتاج ال 1500 نقطة يقدرون يوزعونها بينهم لو 200 200 200 كيفهم بأي توزيعة كانوا يبغونها والنقطة الثانية بتوصل لهم تغريداتكم المختارة بعناية والشيء الثالث أن تهدي أفضل شيء ممكن تهديه لمشهورك اللي تشجعه اللي هي الإسقاطات الأربعة أربع إسقاطات تهدى لهم عن طريقك أنت وأنت اللي تسعى في نجاحهم أكثر وأكثر عزيز المشاهد طيب يا شباب إيش رأيكم عبد العزيز عبد العزيز طلع محمد يلا بسم الله ايش رايكم شباب ندخل في المقطع الرابع السادس